ينتشر بين كثير من التونسيين أن السيد مصطفى بن جعفر من أكثر الشخصيات السياسية توازنا وتأثيرا، وأنه يحظى بصفات السياسي التوافقي. هذا عند الرأي العام، أما عند الأحزاب السياسية وعند المنشقين من داخل حزبه التكتل من أجل العمل والحريات فالأمر يبدو مختلفا. السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ضيفنا في هذا اللقاء الذي نجريه سويا، أنا سعيد الخزامي عن القناة الوطنية، وفوزي جراد عن حنا بعل، وجمال العرفاوي عن قناة نسمة. أهلا بك سيد الرئيس. أولا دعني أبدأ معك من داخل المجلس الوطني التأسيسي الذي ترأسونه. العلاقة بين المعارضة والرئاسة تبدو متوترة على خلاف ما هو معمول به في البرلمانات في البلدان الديمقراطية. نشاهد أحيانا قطع للجلسات وأيضا حتى إلى حد الخروج عن القاعة. لماذا برأيك؟ شفت كيفاش تركزوا على الحالات الاستثنائية وتخليوا الوقت اللي هو أوسع بكثير، اللي فيه التوافق وفيه الإنصات وفيه البحث على الحلول والخروج من المأزق إذا كان هنالك مأزق. أنا في الحقيقة أولا نحب نقول هالعلاقة تبدو متوترة خاصة أمام الكاميرات، خارج الكاميرات يعني صداقة وحفاوة وسلاسة في التعبير وفي العلاقة، يعني ما يمكن تتصوره. والسبب بسيط معروف، لأن أغلب النواب اللي هم اليوم موجودين في تحت قبة هذا المجلس الوطني التأسيسي هم أصدقاء الأمس وأصدقاء اليوم وبدون أي شك أصدقاء الغد. هم مناضلون سابقون ضد الاستبداد واليوم يشاركون يعني في بناء تونس الجديدة. بالطبع وإحنا أنت تقول في بقية البرلمانات قاعدين نشوف أشياء تفوت بكثير ما حصل في بعض الأوقات في مجلسنا الموقر، نتجاوزها يعني ساعة ساعة بغضب بنوع من التوتر كما تفضلت، لكن المهم هو أن المسألة تدوم دقائق ثم ترجع الأمور إلى مجاريها، ثم تنطلق أعمال اللجان بين كل الفرقاء بالتنوع اللي هو موجود. وصدقوني وهنا مش باش نلقي الزهور، أنا قاعد نتابع في جميع الأشغال اللي انطلقت منذ 22 نوفمبر تقريبا بالضبط، يعني الجلسة العلنية الأولى، يعني البحث المتواصل على التوافق، كلمة سحرية هذه، يعني هو ربما الخصوصية بالنسبة للمجلس التونسي وبالنسبة للطبقة السياسية التونسية رغم التشنجات. اللي عفوا أنتم قلتم المعارضة تريد أن تلعب دور الضحية، أحدهم عصام الشابي اللي دعني أذكر الاسم قال الرئيس ليس محايدا. هذا كله كلام كاميرات، قدام الكاميرا تتفتق الأذهان وتخرج اللعبة السياسية وحملة انتخابية قبل الأوان. يعني هذا ما أشاهده وما أعيشه يوميا. يعني بالطبع كل إنسان يدخل ربما يتصور عنده سيناريو يلزمه يتابعه لتجاوب ربما مع قواعده، لاستجلاب رأي المواطن اللي تابعه. احنا المؤسسة الوحيدة اللي كل شيء على برا، النقل المباشر حتى كيف نكح ولا نعطسه المواطن يتابع في كل أشغالنا، اللجان المفتوحة بحيث هذا ما فريد من نوعه في بلادنا. ثم احنا ليست لنا تقاليد، نحن بصدد بناء تقاليد جديدة بالنسبة لتونس كاملة. وهذا ديما تسمعوني في بعض المناسبات نقول قاعدين نتعلموا في الديمقراطية، ماناش في الديمقراطية اليوم، نحن في تجربة بناء انتقال ديمقراطي، وإن شاء الله نوصلوا نحقوا المحطة الأساسية الثانية، لأن الأولى والحمد لله بفضل تضافر الجهود نهار 23 أكتوبر 2011 سيبقى في التاريخ، لكن المحطة الثانية عندما نصيغ الدستور ونصادق عليه وننطلق في الأعداد إلى الانتخابات القادمة وإلى الأعداد ربما لمشوار طويل لحكومة لأغلبية أقلية لمدة 4 أو 5 سنوات حسب ما سيقع الاتفاق حوله.
مرحبا بك مرة أخرى سيد الرئيس، وشكرا لك على قبولك الحوار معنا في هذا اليوم. من الكاميرات إلى الجهات سيد الرئيس، ودائما بعلاقة بمجلس الوطني التأسيسي، قلتم في حوار تلفزي أن عضو المجلس الوطني التأسيسي له أسبوع في الشهر للاتصال بالمواطنين في جهته للتعرف على مشاغلهم وإيصال صوتهم للمجلس. فإذا كان عضو المجلس الوطني التأسيسي يقوم بهذه المهمة ويستحق عليها منحة، فبماذا تفسر توافد العديد من المحتجين والمعتصمين من داخل الجمهورية لإيصال صوتهم أمام مقر المجلس؟ وهنا حبيت نقول في الأخر، المشكل فين؟ في النائب ولا في المحتج والمعتصم؟ ما أنا مراش ربط، سمحني تفضل، مراش ربط بين كون النائب. أنا فما كلمة ما نستعملهاش وتظهر كأني كبيرة وبدون أي مغالاة وبدون أي معناتها غرور، نقول اليوم النائب في المجلس الوطني التأسيسي عبارة عن مجاهد. هذا بالطبع مع استثناء بعض التصرفات اللي نشوفوها، لكن نشوفه ربما أكثر بكثير منها في برلمانات أخرى وفي مؤسسات أخرى. النائب مجاهد لأنه أولا كما تفضل الأخ قبيلة، كل شيء موجود على ذمة المواطن، هو حركاته وسكناته يتابعها المواطن في المباشر، هذه مثماش في حتى بقعة. الشيء الثاني يخدم في ظروف مضنية، ظروف مضنية. أنا نقول لك بخلاف جوز نواب لرئيس المجلس، ليس هنالك لأي مسؤول ولأي نائب بالطبع مكتب باش يخدم فيه ويتلقى فيه معناتها الناس اللي يحب يتلاقى معاهم، ولا يحفظ فيه الوثائق متاعه، ولا يلتجي له حتى للاستراحة. يعني ظروف مضنية. ونقارن بتكلم عليكم أنتم تزوروا جهات أخرى، وأنا زرت بعض جهات، البرلماني عنده مكتبه، عنده الكاتبة متاعه، عنده المساعد متاعه، عنده المكان اللي يستقبل فيه ظيوفه. يعني هذه الظروف المضنية يتنقل كل يوم. لو كان نقارنه، عندها مقارنة بسيطة عامة، نقارنوه بالنائب متاع مجلس النواب السابق، عملنا مقارنة بسيطة وماهيش مكتملة. يعني عملنا في 6 أشهر 36 جلسة علنية. في 2010 مجلس النواب عمل 30 في العام. المعدل متاع جلسات العلنية قبل ساعتين إلى 4، المعدل متاعنا 6 إلى 10 ساعات. الجلسات متاع اللجان اللي هما 17 لجنة، الخصوصية والتأسيسية والتشريعية، 270 جلسة. في المقابل أقل من 100 هما في نحكي لك هما على عام وإحنا على 6 أشهر. يعني لا يمكن أن نقارن. إضافة إلى ما تفضلت به فيما يخص التنقل إلى الجهات، يعني كيف كيف لا عندهم مكتب باش يتلقوا فيه، وهذا ندينا المسؤولين الجهويين باش يوفروا لهم ظروف العمل، ما يعملولوش لا بلاص ولا يعطيه كهرباء، يعطيه ظروف العمل، مكتب باش يتلاقى فيه مع المواطن وقت اللي يحب يقابل مسؤول يلقى باب مفتوح ما يستناش كغيره. يعني هالأمور هذه ناخذوها بعين الاعتبار، ثم في القانون المقارن والأوضاع المقارنة، وتنجم تقوموا أنتم صحفيين ومن مهامكم كونكم تبحثوا مش تنقلوا برك الأخبار. المقارنة ما بين الزملاء متاعهم في كل المناطق، في المناطق العربية والمناطق المتقدمة وفي إفريقيا. لكن لا تستوي المقارنة التونس اليوم الظرف اللي نعيشه احنا والظرف مش الظرف عادي. احنا بالعكس، هذا يمشي في اتجاه المعاكس. النائب اليوم مطالب بأولا قاعد يؤدي في 3 مهام، دستور وتشريع ومراقبة الحكومة، وتعرفوا الى جانب الاسبوع اللي قضيه في الدائرة متاعه عن لقاء شهري مع الحكومة في اي موضوع يخطرنا، وهذا زاد داخل في الحساب. الى جانب ذلك عنده التنقل الى الجهات متاعه والاتصال بالمواطن، يعني عنده بالعكس مهام اكبر بكثير من المهام اللي يتحملها اي نائب في اي برلمان اليوم في العالم، لان كما تفضلت وضع استثنائي في عوض نعطيه القيمه والقدر اللي يستحقه هو، ثم الهيبه اللي تستحقها المؤسسه هذه. بالعكس قاعدين نحاولوا في تدمير المصداقية والتشكيك لدى المواطن فهالمؤسسة هذه اللي تختزل كل الشرعيات، هي السلطة الأصلية. يعني شنو اللي بقى؟
دخلنا على السبيطار وسبينا ولا تعاركنا مع الممرض وشتمنا الطبيب، تعاركنا مع رجل الأمن كيف كيف، دخلنا الإدارات طلبنا باش الوالي ديجاج ولا المعتمد ديجاج. شنو اللي بقى باش نأسسوا للمستقبل وقت اللي الناس كل تنتظر؟ ويقول الناس الرأي العام الوطني والأغلبية بتاع المواطنين يستناو في أمن في استقرار، ويستناو كذلك باش هالمؤسسات هذه اللي تحطت بإرادتهم، مش كون اللي فرض عليهم. احنا اليوم كل شيء انطلق من 23 أكتوبر وانتخابات شاهد العالم وأنها شفافة وعندها مصداقية إلى غير ذلك. يعني هالمؤسسة هذه إذا كان بشكل أو بآخر، وأنا ننزه الجميع، لكن كذلك فما صراعات سياسية للأسف تاخو في بعض الأحيان منحة متاع جات لجات. لا، فما وعود انتخابية زادة كانت قبل، معناها قالوها العديد من النواب داخل المجلس الوطني التأسيسي وتبعها اليوم المواطن. علاش؟ خاطر لازم نعطيه حق لهذا وحق لهذا. أنا نتكلم، ما عندي حتى معناها خلفية على ذلك. المسائلة والمحاسبة هذا شيء أمر طبيعي. النقد بالطبع احنا والحمد لله إذا كان فما مكسب وماناش مستعدين باش نتراجعوا فيه رغم التجاوزات والانفلاتات اللي نعرفوها الكل ونعيشوها الكل، هو الحرية. الحرية لن نتنازل أبدا على هذا المكسب الحيوي اللي هو مرتبط أولا بالثورة المجيدة، ثم هو ناضل فيه من أجله توا فما ليه 40 سنة هو ناضل من هذا، والآخر 30 والآخر 20 والآخر 10، بحيث مناش مستعدين باش نتنازلوا عليه. يعني لا يفهم كلامي غلط، بالعكس أنا قابل لكل المساءلات، لكن لكل حدث حديث. يعني عندنا انتخابات إن شاء الله في مارس ولا أفريل، يعني تقع الانتخابات هذه، هو يوم المحاسبة يوم الامتحان. وهذا ما يعنيش كونه الإنسان عندما يشوف إعوجاج ما ينبهلوش كيفاش نصلحوا أمورنا، لابد. لكن وقت اللي اليوم البلاد في حاجة إلى أمن إلى استقرار وخاصة إلى احترام المؤسسات، راهو بلاش هدايا نوليو داخلين في لخبطة. وقت لرجل الأمن لابس الزي اللي هو يمثل به الدولة ما يقعش احترامه، وقت للإنسان اللي وراه شيء يمثل إدارة، وقت اللي الطبيب يقوم في أموره، وقت اللي ندخلوا في متاهات. توا احنا عندنا استقطاب ثنائي قاسينا منه في العام ناول ما بين مسلمين وكفار، اليوم ما بين أغنياء وفقراء، غدوة ما نعرفش شنو الاستقطاب الثنائي. علاش القسمة متاع الوطن ونحن في أشد الحاجة إلى وحدة وطنية إلى انسجام لتأديت للمرور بهذه الحقبة اللي هي حقبة دقيقة، ماهيش حاجة بسيطة. يعني المرحلة هذه المفصلية ما بين استبداد مطلق وحرية مطلقة، لكن يلزمنا نحط أسس لتونس الجديدة حتى نتناو عليها ونخليه الأجيال القادمة يعني الظروف المثلى باش ينجموا يقدموا في المسار. سيد الرئيس، تتفق معايا كون بلادنا توا في حاجة لأي ملي، معناتها لازم تكون معناتها ترشيد الاستهلاك وترشيد معناتها، وطلبنا من المواطن التونسي باش يكبس على السبتة كما نقولوا مع السنتورة. فما صار جدل كبير ياسر على الزيادة في أجور النواب، فما معناتها الصورة غير واضحة، من اتخذ القرار، كيف اتخذ القرار، من طالب بهذه الزيادة؟ نريد توضيحات أكثر من عندكم سيد الرئيس. والله سؤال مهم، لكن وقع تناوله للأسف كأننا نقعد ونعاودوا في نفس الشيء، وقع تناوله في غياب الجدية، وفي بعض الأحيان للأسف وربما في جل الأحيان قاعد نتابع شيء اللي قاعد يتكتب ويتقال، يعني بغياب نزاهة. يعني بعض مقالات قريتها اللي تناولت الموضوع من الزاوية الصحيحة السليمة وبشكل شمولي. هذه مسألة طبيعية وشيء طبيعي كونه يقع حولها الحديث، كما باش يقع الحديث في الاتفاقات الاجتماعية والمفاوضات الاجتماعية اللي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات، يعني منظمة الأعراف إلى غير ذلك، لكن نتناولوه بشكل موضوعي. بالمقارنة قبيلة كنا نقارنه ما بين النواب التونسيين ونواب في بلدان أخرى مثيلة كما الجزائر كما المغرب كما فلسطين كما الأردن إلى غير ذلك. احنا في أوطى سلم، هذا بالزيادات اللي وقع عليها برشا شوشرة، أنا نتحدث على الأجر المنطلق، هذه حاجة. ثم بالمقارنة حتى في تونس، علاش هالتركيز؟ أنا ما نقولش على النائب، أنا التركيز نراه على هذه المؤسسة، نريد أن نزعزع ثقة المواطن فهالمؤسسة اللي كما قلت قبيلة تختزل كل الشرعيات.
ما لقاو ما يقولوا لها، لأنها منبثقة على انتخابات ذات مصداقية، حتى حد ما يشكك في الانتخابات. لكن هذا اللي يتقال، لكن المضمر هو كونه والله وقتاش الجماعة هذوما الدجاج ولا نبينوا لكونهم ما عادش يمثلوا حتى شيء ولا يفشلوا باش نعوذوه. للأسف الشديد هذا قاعدين نشوفه فيه ونلمسه فيه. نرجع للمقارنة، المقارنة بالخارج وبالداخل. أنت اليوم نائب، أنا نقول نائب مجاهد، شنو الفرق بينه وبين والي، بينه وبين معتمد اللي عنده الكاتبة متاعه وعنده سيارته وعنده غيره، بينه وبين كاتب دولة، بينه وبين رئيس مدير شركة عمومية، ما نتكلمش على الشركات الخاصة، شنو الفرق؟ بالعكس احنا في مرحلة اللي النائب اليوم يستحق كل تقدير اولا، ثم يستحق باش نعطيه افضل الظروف الممكنة بالطبع باش يؤدي المهمة متاعه. احنا اليوم الناس كل مركزة وقتاش نكملوا الدستور ونعملوا الانتخابات، اذا مهمة ذات اولوية. كيفاش نخليوه يحوس واحد ولا بير ولا كياس؟ كيفاش يتنقل؟ كيفاش يجي؟ فما ناس ضحات بكل الامتيازات اللي كانت عندها في الخارج، مثلا نتكلم على الدوائر اللي خارج تونس. فما ناس في تونس اليوم اللي خلى تلقاه محامي خلى المكتب متاعه، اللي تلقاه طبيب خلى المكتب متاعه، اللي تلقاه عنده مسؤولية إطار. لا لا يترشح عارف روحه على لا لا صحيح، لكن وقت اللي يترشح هو في الحقيقة قام تمتع بحق، والحق هذا عن الناس كل بما فيهم انتم اللي قدامي، هو حق المشاركة في مرحلة تاريخية من أعز المراحل اللي بشقعدوا أحفاد ويتذكروا كونه هو كتب سطر ولا ربع سطر في الدستور وساهم في تونس بناء تونس الجديدة. علاش ما يكونش عنده الحق؟ ثم إذا كان انطلقوا في اللغة هذه معناتها القليل والزوالي ما عندوش الحق باش يترشح على المسؤولية هذه. أنا فخور بكونه اليوم موجودين الفقير والزوالي اللي اليوم، وزرت بعض الديار اللي ما هيش مزلزة يسكنوا فيها، عنا 19 عاطل عن العمل نهار اللي توفى المهمة متاعهم باش يرجعوا إلى البطالة، وإن شاء الله نلقاو حلول في المجال هذا. عنا أكثر من 50 مرأة وقت اللي تخرج من هوني الأغلبية متاعهم من الدوائر خارج تونس الكبرى تبدأ تفركس. كيفاش هذيك نخليها تمشي تفركس ولا تدبر راسها؟ مو هالأمور هذية وقت اللي ناخذوها من كل جوانبها نلقاو الحل. نحب نفهم كيفاش تم، سامحني كيفاش تم اتخاذ القرار؟ فما جدل كبير، فما معنى جدل للي ما يحبش يعرف الحقيقة كيف تم اتخاذ هذا القرار. اللي يحب يعرف الحقيقة يجي ويسأل ونعطيه بالتفاصيل. أنا نسأله. فما لجنة الحمد لله بعد 15 يوم وعباد معناتها من اليمين اللي صار وكلام ما يليقش. اليوم هل العملية هذه لها تقريبا أكثر من شهرين متداولة في رواق المجلس؟ مرت بلجنة الميزانية، اللجنة هذه فيها ثلاثة مساعدين للرئيس وهم منبثقين من المجلس، فيها أربعة إخوان نواب زادة اللي هما يشكلوا مكتب لجنة المالية اللي هي زادة منبثقة من المجلس، ومعاهم ثلاثة إداريين اللي هما من مشمولاتهم باش يقدموا الأرقام ويتفاهموا ويفسروا القوانين إلى غير ذلك. وجلسة اللجنة هذه طوال أسابيع وأسابيع، وقدمت المقترحات نتاعها لمكتب المجلس اللي هو يرجع له القرار، ومكتب المجلس اتخذ القرار، والرئيس بالطبع أنا رأيي معروف عند كل النواب، ومنش باش نقول شنو رأيي في الموضوع هذا، ما نحبش ندخل لا في المزايدات ولا في الشعبوية، لكن هل أنا إنسان مطبق؟ لكن رأيك يحب الشعب يعرفه سيد الرئيس. رأي الخاص لا، رأي الخاص، رأي الخاص يعرفوه النواب لأن اتناقشت في عديد المناسبات في هالموضوع هذا وعندي رأي. لكن المهم هو كون الأمور كل مشات عن طريق التشاور والحوار وربما الضغوطات. وأنا بهت كيفاش بعض النواب يحبوا يخدموا مجاني، ما سمعتش بيهم هذوما إلا وقت اللي عملوا بعض التصريحات. يعني غريب كونوا نواب أو أطراف سياسية تقول والله عمل مجاني. الموضوع هذا التبعية بتاعه. ثم احنا السلطة أصلية، يعني عندما يقرر حاجة المجلس الوطني التأسيسي رئيسه هو الممضي، هو الشخصية المعنوية، كلامه لا يرد، ينجم يتناقش
في كل الفضاءات بما فيها في الفضاءات هذه الإعلامية، لكن لا يرد، نرجم نراجعوه والحمد لله يعني تفاعلا مع هالأشياء هذه. ما نيش ندخل في التفاصيل علاش زدنا عملنا هالمنحة هذه باش نربحوا الفلوس، عملنا المنحة هذه لأن تكاليف النزول يعني، ولا قاعدين نشوفوا وعلاش تكاليف النزول ارتفعت للنشاط اللي كنا نحكيوا عليه. لا مقارنة بين المجلس الوطني التأسيسي ومجلس النواب في السابق. لكن الأرقام كبيرة برشا في السابق، في السابق قبل المجلس النواب السابق 400,000 دينار مصاريف النزول، الآن صبحت 4 مليارات. يا ودي ما كانوش ينشطوا، يجي يعدي صبحية ويروح لبلاده ولجهته، هذو ما يجي ويعديوا أسبوع كامل في اللجان، كل يوم اللجان تخدم كل يوم من الأسبوع. شنو تقولوا لنا اش تحبوا نعملوا؟ نعملوا لجنة خبراء تخدم واحنا شادين الدار ونجيو مريرة في الشهر كما قبل، نعملوا جلسة عامة وإلا نخدموا كما كلفنا الشعب باش نقوموا بهالعمل هذا. وقت تحط الأمور في إطارها النتيجة هي التنسيب والمعقول. هذا إلى جانب كونه بالطبع نعرف القضية هذه حساسة في وقت اللي الزوالي وعدد البطالين والناس اللي تدهورت المقدرة الشرائية هذه، ما حتى حد ما نجم يزايد عليها في الموضوع هذا لأني عشت سنوات وفي سنوات الجمر. لكن تفاعلا مع الوضع هذا النواب اليوم بشكل واضح رؤساء الكتل بالمكتوب عبروا على رغبتهم باش نرجعوا إلى ما كنا بصدده وإلى الأجر اللي ما يمثل حتى شيء، أنا أعتبره أجرا زهيدا وزهيدا جدا نتيجة للمسؤوليات متاعهم وللعمل الجبار اللي قاعدين يقوموا به. على كل حال رئيس الحكومة قال أصلا هو مش مستعد لمسألة زيادات على كل المستويات. فما زلقات راه، فما زلقات. أنا نذكر دائما وأن البلاد هذه والحمد لله بفضل هالرغبة هذه الشاملة في الحوار وفي إيجاد الحلول المتفق عليها عملنا ما يسمى بالدستور الصغير، هذا قانون تنظيم الوقت للسلطات، وزع السلطات وكل واحد يتلهى بالسلطة متاعه ولا يتجاوز لا على اليمين ولا على اليسار. عندك الفصل 121 اللي يخول لك معناتها تاخذ قرارك معناتها بدون ترجع على اي سلطة اخرى. تبارك الله عليك، معناتها تتبع في الوثائق هذاك وغيره، هذاك في النظام الداخلي. لكن توزيع السلطات يحدد سلطات، ما نتصورش كيفاش مجلس وطني تأسيسي اللي الحكومة منبثقة منه، رئاسة الجمهورية منبثقة عنه، ينجموا أي طرف أي وزير أي إن كان يقول لا القرار مالش نعمله، غدوة نعمله الدستور يقولون لا مانش موافقين عليه. يعني كلام ماهوش في محله. وأنا نرى وأن مثل هالزلقات هذه هي نتيجة الضغوط الاجتماعية وضغوط وسائل الإعلام، وانتم عندكم دور في هذا لكونه أعطينا المسألة أولا أكثر من الحجم اللي تستحقه، ثم كما مرة أخرى لم يقع تناولها من الزاوية متاع الأريحية والموضوعية والقانون المقارن إلى غير ذلك. أنا ما نش في المريخ، احنا في تونس في العالم وعنا الجيران بتاعنا وعنا الأطراف. رئيس عفوا، هذا يجرنا ربما إلى مسألة قد تكون مهمة للرأي العام، وهي مسألة التوافق أو عدم التوافق بين الرؤساء الثلاث، بين السلط الثلاث، بحيث يكون بينهم انسجام تام. تحدثتم قبل قليل على أن الحرية بالنسبة لكم شخصيا خط أحمر، لكن على مستوى الشارع ومستوى المجتمع نرى الآن بعض التجاوزات في مستوى الأمن، وهذا يراه كثيرون على أنه يهدد حرياتهم. أنتم اتفقتم في بناء التحالف من البداية على هذا المبدأ، على أن الحرية هي الأساس. الآن الحرية تبدو مهددة، كيف تنظرون إلى الأمر؟ أولا الحرية مش مهددة، أنا هذا شيء أرفضه. يعني بساعة ساعة نسمع كلام والله رجعنا لقبل، يعني حقيقة وأنا ما نستغربوش من يتابع الوحدة هكا بالصدفة ولا يعلق ساق على ساق وفي قهوة على مستوى أحداث ملموسة. لا، أحداث ملموسة متفق معك. نعم. وعبرنا بالمناسبة عندما نعتبر أن الخط الأحمر وقع تجاوزه نبهنا وأطلقنا جرس الإنذار. هذا بتعرفوه انتم تتابعوا في الأحداث. لكن الحرية مضمونة، هالتجاوزات هذه احنا نأسفلها وعبرنا على رأينا فيها، وإن شاء الله تكون تاريخ الأمس، وإن شاء الله في المستقبل بعد كلنا تبعنا
التصريحات نتاع سيد وزير الداخلية، هالأمور هذه بتشد نصابها. نحن نريد الأمن والاستقرار لكن في إطار دولة القانون، ونفهموا كونه بعض قضايا كما قضية السلفية مثلا ما يقعش معالجتها على أساس نفس القواعد اللي كانت تعالج بها، كانت تعالج حتى القضية الإسلامية والإسلام السياسي بشكل عام، ما هو بالعصا والضرب والسجن والتهجير. إن شاء الله ما نرجعوش لهالحقبات هذه ولهالقواعد هذه والأساليب هذه، لكن في نفس الوقت البلاد ما تنجم تبني ديمقراطية سليمة إلا إذا كان حافظت على الأمن وحافظت على الاستقرار. ونعرفوا لهذا ما هوش يمس فقط مجال الحريات، يمس الاقتصاد، يمس الصورة اللي اليوم تونس عندها في الخارج، وتعرفوا لبعض أشياء ساعة ساعة انعكاسات مباشرة تجينا كما الترقيم ماذا الدولي فيما يخص الوضع الاقتصادي والمالي متاع تونس إلى غير ذلك. يعني نعرفوا للمسألة هذه هي معادلة صعبة بين، وخاصة تكون أصعب بالنسبة اللي كان ضحية القمع، ما يتعاملش مع القضايا هذه بنفس الروح وبنفس الفلسفة، هو يخاف أكثر من غيره من التجاوزات. وهذا بالنسبة للرجل الأمن اللي يستنى وينتظر في تعليمات صارمة باش يتدخل و زاد ينعكس التردد، هو مش تردد، هو رغبة في التوفيق بين احترام الحريات وإقرار الأمن. إن شاء الله اليوم الأمور واضحة لكل الأطراف حتى لا تقع تجاوزات، وإذا كان إنسان خرج حقيقة على السكة بالطبع مرة أخرى في إطار دولة القانون باش يقع الردع بشكل صار محازم إن شاء الله. سيد رئيس، أنتم قبل ما تكونوا رئيس مجلس النواب أنتم نائب في المجلس الوطني التأسيسي، عفوا قلت مجلس الوطني التأسيسي قبل ما تكون رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وكل مسؤول محكوم بالنتائج. سؤالي، رجعت المجلس الوطني التأسيسي رغم اللي ممكن زميلي سعيد تقدم في موضوع آخر، إيش قدمتوا للشعب التونسي اليوم منذ ترأسكم المجلس الوطني التأسيسي، سيما وأنه أكبر كلمة تقلقك سيد الرئيس هي ما كتبوا حتى سطر في الدستور؟ إيه خطر، لأن سمحني ما كنت باش نقول كلمة قولها سيد الرئيس. لا ما نقولهاش، لأن وقت اللي تصدر من إنسان ماهوش ملم بهالقضية هذه كتاب الدستور، احنا عاشوا جيل اللي قبلنا في الخمسينات ما نعرفوش كيفاش تكتب الدستور. الدستور حاجة جديدة بالنسبة لنا، وإن شاء الله تكون حاجة جديدة لتونس الجديدة، لكن الناس ذوي الخبرة، الناس اللي تعرف الكتب والمجلدات ويتابعوا في هالأمور هذه يعرفوا اللي الدستور ما هيش قضية كتابة. لو كان قضية كتابة رانا تبعنا الرأي اللي تقال في وقت من الأوقات كوني بالله لجنة خبراء خليها هي تتلها بالدستور، ومش لازم لا مجلس تأسيسي ولا انتخابات ولا هم يحزنون. احنا حبينا الدستور هذا يقع شيء من الاستبطان من طرف المواطن، باش يولي الدستور دستور المواطن التونسي. هذا يتطلب صبر، لكن فما محطات. وقت نقولوا ما عمل حتى شيء المجلس الوطني التأسيسي، الناس تنسى اشنو اللي عمل المجلس الوطني التأسيسي من 22 نوفمبر الى قرابة النصف من فيفري، حتى الهياكل الكل. ونجم ندخلوا في الدستور احنا بدون ما عندنا لجان مختصه للدستور، مو يلزمنا ساعه نصبوا سيد رئيس الدوله ونصبوا حكومه باش تسير الامور ونعملوا نظام داخلي لنا احنا ونعملوا قانون لتنظيم السلطات الى غير ذلك. ما تتبعوا فينا كل يوم، يعني وقت واحد يسالني يقول لي ما عملتوا شيء، معناتها انسان ما حلش التلفزه مده 4 أشهر، غريب. ثم عند العارفين يعرفوا أن قبل ما نكتبوا سطر ندوروا لساننا 7 مرات ومخنا 20 مرة ونتشاوروا ونسمعوا الأخصائيين ونسمعوا الكفاءات ونسمعوا ممثلي المجتمع المدني، وهذا الكل وقع. قبيلة نحكي لك على 270 جلسة للجان، ما يجيوا شي يعملوا في التوريزم في باردو، يجيوا باش يتصنتوا باش يتناقشوا بين بعضهم، ثم الصياغة باش تاخذ وقت وجيز. رأي الصياغة إذا كان اتفقنا في جوهر القضايا، كنا متفقين على الحريات وكنا متفقين على أن الحقوق هذه الأساسية تكون محترمة، المساواة بين الرجل والمرأة، القضية بين علاقة الدين بالسياسة وعلاقة الدين بالدولة، النظام السياسي هذا باش يحدث جدل توا في المستقبل لأن الرؤى تختلف، هذا يحتاج إلى نقاش. وقت اللي نقاش يتوضح
والرؤية تتوضح وقت تولي الصياغة. وسنستعين إن شاء الله يعني بالخبراء، وأنا من الناس اللي أدعو إلى بعث لجنة الخبراء اللي معناتها بعض الكفاءة خدمت في لجنة الخبراء في إطار الهيئة التأسيس المدني أيضا. هذاك نحب نعرف كيفاش جاء وكيف احنا المجتمع المدني نتعامل معه بنفس الشكل وبنفس المقاييس، واللي يحب يجي يعطي رايه ولا نحتاجه رايه نستدعيه ونسمعوه، ما عندناش اي شكل من اشكال الاقصاء، لكن ماذا بينا ما نزيدوش الوضع ضبابيه على ضبابيه، يعني ماذا بينا الوضوح وكل انسان يتحمل مسؤوليته، وخاصه ما يلزمش ناس تستنى حتى الخدمه تخدم باش يقولوا احنا خدمناه. هذا اللي نحبه نستقبل. نرجع بك شريك في الترويكا في الحكم. هناك معناتها بوادر أزمة. لا سمحني باش نكمل السؤال. احنا ضبطنا توا موعد، والموعد فيه شيء من الاعتباطية والحزم، ولو هو متفق عليه يعني بين كل الأطراف في الساحة السياسية. 23 أكتوبر باش نكملوا الدستور، لكن عندنا اجتماع قادم الأسبوع القادم للهيئة التنسيقية بين اللجان التأسيسية، وهي هيئة مهمة لأن باش تضبط الرزنامة وتحدد الأساليب، وإن شاء الله تكون هالرزنامة هذه يعني مطابقة للأهداف اللي وضحناها، وإن شاء الله نكون في الموعد. سيد رئيس، تحب نرجع بك ندخل بك للحكومة الآن، أنت شريك معناتها في الترويكا. يبدو أن هناك بوادر أزمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وبوادر أزمة أخرى أيضا أو سوء تفاهم على ما أعتقد أو نسميه هكذا مع نقابة الأمن. هذوما مؤسسين مهمين جدا بالنسبة للاستقرار الاجتماعي والاستقرار الأمني. كيفاش ترى معناتها العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وبين نقابات الأمن؟ والله العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بالطبع لا ينفي أن نمر بين قلوفينة وأخرى، يعني ساعة ساعة نمر بوضع اللي فيه شوية توتر. علاش؟ على خاطر وقت اللي وخاصة وقت اللي تمس القضايا الاجتماعية اللي هي مرتبطة بالوضع الاقتصادي اللي العباد الكل تعرفه. عدينا عام صعيب ياسر 2011، نسبة النمو سلبية، كيفاش نعاودوا نرجعوا الحركة الاقتصادية إلى نسق على الأقل عادي، باش ما نقولوش نسق سريع. هذا في من ناحية. كيفاش نواجه العجز اللي ورثناه؟ في نفس الوقت اليوم احنا في حالة استثنائية، كما إنسان يحط يده في الخزينة اللي هو في العادة عاملها ريزيرف ما يمسها إلا في الحالات الطارئة وباش يواجه كوارث، حطينا يدنا فيها باش نجبد منها باش نحل المشاكل الاجتماعية ونستجيب إلى هالانتظارات اللي خذيت حجم كبير ياسر، خاصة لدى الشباب المعطل على العمل وفي الجهات اللي هي تشكو يعني من التهميش وشكات من التهميش لسنوات. اليوم واضح قراءة موضوعية بدون لا إيديولوجية ولا هم يحزنون، قضية موضوعية للقانون المالية اللي وقع الاتفاق عليه ولبرنامج الحكومة. نراه أن مجهود كبير كبير، ولن نكون قادرين على مواصلته في 2013 إذا كان الأمور ما انطلقتش من جديد. 6400 مليار بالمليمات متاعنا في الاستثمار، منهم 1000 مخصصة للاستجابة إلى المشاريع اللي جات من الجهات خلال الاستشارة. يعني فما مجهود في الحقل الاجتماعي، مجهود كبير. هذا المجهود يلزم نشترك فيه ناس كل، وهذا الاتحاد وقت يقول توزيع الأتعاب والمشاق والتضحيات على الناس كل عنده فيه الحق. ثم الاتحاد عنده الحق وقت اللي يقول أنا مانيش طرف نقابي فقط، نتحدث كان زيدني في الأجر ولا زيدني في المنحة، هو طرف سياسي اجتماعي بالأساس من خلال تاريخه ومن خلال الدور اللي قام به وقت الثورة. ما نجموش ننفيوا عليه هالدور هذايا، لكن في نفس الوقت هالدور هذايا يحملوا مسؤولية إضافية بالنسبة للعمل النقابي المطلبي. يلزم زادة هو يهز وذن القفة ويعرف إذا كان هو باش يزيد في إطار راهو باش الأمور بعض الأمور تتعكر، ولا ربما نلقاو روحنا في وضع اليونان لا قدر الله، ولا في وضع البلدان اللي هي
في إطار الاتحاد الأوروبي. المعقول هو كونه نعتبرها بلدان غنية واللي اليوم على باب البنكروت. يعني هذه المعادلة معادلة صعبة، لكن أنا متأكد وأن أولا من طرف الحكومة، وأنا مانيش منها ولو كطرف سياسي عندي منقول، لكن من طرف الحكومة فما إرادة حقيقية لتجاوز القضايا هذه والاستجابة أكثر ما يمكن، لكن في إطار المعقول وفي إطار الإمكانيات اللي هي مليون معروفة للخاص والعام. يعني في شيء بالعكس، ربما فما مؤشرات اللي تخلينا نزداد حزما، يعني في إطار بوليتيك دوستيريتي بالنسبة لعام 2013 إلى غير ذلك. زرعوا فأكلنا ونزرعوا فيأكلون. يعني احنا لقينا برامج ومشاريع حضرتها حكومة سيلباجي قايد سبسي باش تتواصل. طبيعي ما تجيش تمسح كل شيء وتقول لا لا والله نبدأ من الصفر. والشيء اللي قاعدين نعملوا فيه زمنا نخمو على الحكومة اللي غدوة باش تجي، ما نخليه ليش كاسة فارغة ونخليه لها مشاكل لا تحل مهما كان قدرتنا على الاستنباط إلى غير ذلك. إلى اللحظة، تخفيض تصنيف تونس الائتماني قابله تصريحات من الحكومة على أن النمو فاق تقريبا أربعة، تجاوز الأربعة في المئة. كيف توفقون بين هذه المعادلة؟ هل هذه المعادلة ممكنة؟ لا، المعادلة مانيش باش ندخل ياسر ياسر في الأرقام. أنا نقول وأن أولا عندما يجينا هالجرس الإنذار نحطوه في نصابه. النصاب متاعه هو كونه إشارة لتونس باش تحسن أمورها، مناخ الاستثمار، الأمن، الاستقرار، السلامة المالية، هذا ضروري. السلامة القانونية كذلك ضروري، لأن المستثمر ما يجي إلا كيف يبدأ مطمئن. ما تعملوش قانون اليوم باش تشجعه وهو حصل وانت تعمل له قانون باش تلتف عليه. يعني هالأمور هذه لابد من يعني إقرارها والاتفاق حولها. الشيء الثاني هذا علاش نقول أنا ناخذوه بعين الاعتبار، لكن التنسيب يجي وقت نقول هالترقيم هذايا، وهذه حقيقة هو ترقيم ل 2011 بالخصوص، ما هوش ترقيم موجه للحكومة اللي قضيت المقاليد تسير في أواخر ديسمبر وصدقنا على قانون المالية الأول في أواخر ديسمبر وعلى القانون المالية التكميلي توا في شهر أبريل. يعني يلزم زادة هذا التنسيب باش ما ندخلوش في المتاهات متاع اللعبة الانتخابية ودزني وندزك وما عملت انت فاشل ويلزمك تخلي البلاصة وإلى غير ذلك. هالمنطقة هذه نبعد عليه، لكن في نفس الوقت نعتبروه وأنه هو مرتبط مباشرة بصورة تونس. يلزمنا احنا نعمل كل شيء باش نحسنوا هالصورة هذه. للأسف ما نش كنا على نفس الموجة. الحاجة الثانية وقت يجينا حاجة من نوع هذايا لا نهلل ولا نكبر، نقول هذا مؤشر، لكن هو جاي منين وعلى أي أساس؟ هو خاص بمناخ الأعمال، مركز على مناخ الأعمال، ما يمسش الوضع الاجتماعي وما يمسش قانون المالية اللي وقعت مصادقة عليه والمجهودات اللي قاعدة تقوم بها الإدارة بشكل عام والسلطة بشكل خاص. الشيء الثالث نقرأ وزادة ونسمع الأشياء اللي ممكن نجي عليها صدى إيجابي. صندوق النقد الدولي توا خرج هذا الكلام اللي به ياسر يقول انطلاقة وانتعاش الاقتصاد التونسي ولا عنده نسبة النمو إيجابية. نكونوا عنا نقطتين سلبية وتولي عنا نقطة ولا نقطتين إيجابية، معناتها فما فارق بأربع نقاط في المجمل من غير ما ندخل في التفاصيل. هاي خويا زدنا نهلوا ونكبروا وقت الفيمي يقول والله أموركم بدأت تتحسن، وهذا يعطي انتعاشة ويعطي ثقة للناس اللي قاعدة تخدم وتدب. وكنا ما ناش في نفس المستوى متاع العمل والدبك ولا حتى على مستوى الكفاءات، احنا بشر نخطي ونصيب. واضح سيد الرئيس، حكيت على صورة تونس والاستثمار، قلت أنت قلتم أيضا في حوار بأن مجال الاستثمار في تونس مرتبط بالصورة اللي توصل على تونس للخارج، وقلتم هذه الصورة مساهم فيها الإعلام بقسط كبير، وتحكي على الإعلام من الجانب السلبي مش من الجانب الإيجابي. لا لا، حتى الإيجابي على كل لا إن شاء الله فيه إيجابي عاد، شو رديت كله سلبي مهما كانت الصورة. أيوة، ماذا فعلتم كي تصل الصورة على أحسن وجه؟ وإن وصلت وإذا وصلت بهذا اللي تحبوه انتوما شنو هي النتائج؟ ثم ان البعض يعتبر زاد ايضا ان التركيز على الصوره قبل الواقع هو تبني لطرق تفكير النظام السابق.
هذه الأخرانية صعيبة على مخي. تركيز التركيز في الصورة قبل الواقع كان يستعمل النظام السابق. لا هي صورة إذا كان ما ثمش يروج في صورة والواقع صورة. هو كان يروج كان يصرف المليارات باش يلمع الصورة لواقع نعرف الكل اللي كان والعياذ بالله. مش هذا الشيء المعمول اليوم به. اليوم ما نحبش نقول كنا في استبداد مطلق ولينا في حرية مطلقة. وتعرفوا الفترة الحرية المطلقة في بداياتها هي بشكل أو بآخر يعني فما شوية انفلات وشيء وين نخير الانفلات هذا على الكبس والفيروياج كما يقولوا. ما هوش هذا احنا الصورة اليوم تعكس جزء من الواقع لكن ربما تضخم جزء آخر من الواقع. وقت احنا ننجيو في أي فضائية نركز ونبدأ مثلا الأخبار نحكيه على 4 أو 5 من الناس وقفوا الكياس للسيارات ونبدأ نستجوبوا فيهم بالواحد بالواحد. بالطبع احنا نعرفوا اللي المسألة هذه في بقعة معينة وتمس قضية معينة وعباد العدد نتاعهم محدود. لكن اللي يشوفها من برا يقول تونس كتنجة ولا قندهار إذا كان شافوا معناتها ناس مسلبين الجلباب ومسلبين الحي متاعهم يقول قندهار إذا كان ما يشوف كان هذا. أما إذا كان يشوف هذاك بالتنسيب ويشوف الإنجازات الأخرى اللي قاعدة تعمل كل يوم تتعمل كل يوم. والدليل على ذلك وأن الاستثمار الوطني اتحسن بنسبة 8.3% في الأشهر الذمة الأخيرة. الاستثمار الخارجي اللي ما يتحسن إلا إذا كان يرى وأن الاستثمار الوطني رجعت له الثقة ويتبع هو وما عندوش مؤشرات أخرى يحكم بها. يشوف ولد الدار شعمل كان ولد الدار يجازف ويعمل في الاستثمار ويعمل في المشاريع يقول ده الأمور بدأت تتنظم في تونس ويجي. هذه هي الصورة. والصورة هذه مرة أخرى أنت قلت في السابق نعاود نفس الكلام الصورة هذه الكل مسؤولين عليها. وهذا ما يمنعش الحرية وما يمنعش حق النقد لأنه النقد يصلح. أما إذا كان النقد يجي باش حتى أولا نغض الطرف على الأشياء الإيجابية ونضخم الأشياء السلبية يولي ما عادش نقد يولي انتقاد يولي فيه أشياء اللي هي يزم ربما لأنه طبعا. العملية الإعلامية عملية دقيقة دقيقة ياسر بالتأكيد. وهذا علاش نحبه نبعث في أقرب وقت ممكن هالهيئة المستقلة للإشراف على هذا القطاع السمعي البصري. نعم. وأنا من الناس اللي كنت حازم في المسألة هذه للأسف أنا بنفسي في المجلس الوطني التأسيسي محدود لكن إن شاء الله الأمور هذه في أقرب وقت. ولذلك الإعلام لو ذهب إلى محاولة إظهار صورة تونس في الخارج بأنها صورة جميلة يكون طرفا ويكون في هذه الحالة قد تجاوز عمله الإعلامي إلى طرف سياسي. ما طلبتش هذا ولو ظروف الثورة ربما تستدعي باش الإنسان يميح شوية خدمة لتونس ولثورتها وخدمة لهالمرحلة الانتقالية اللي دقيقة. مهما كان أنا في وقت من الأوقات وتعرفوا هذايا قبل حتى ما يقع التصريح بنتائج قبل الانتخابات دافعت على فكرة حكومة مصلحة وطنية تجمع كل الأطراف مش حبا في عيني أي طرف ولو كنا مسؤولين في تونس ويلزمنا نساهموا في بناها. لكن أنا كنت متحسب لهالتوترات هذه اللي جزء منها موضوعي ما تنجمش تنحيه لأن أسباب موضوعية الفقر. لكن التوترات هذه كنا نقضيه على 70-80% منها لو كان جات رسالة واضحة مطمئنة للمواطنين باش على الأقل ما تقعد كان القضايا الموضوعية اللي يمكن نتحماو فيها وممكن نلقاو لها الحلول. للأسف السيناريو هذا قد مقاش تطبيقه. سيد الرئيس معروف كون المجالس الوزارية لا تحتاج معناتها لكون تستمع للحصول معناتها الكرام معناتها كل وزراء يحضروا لكن المجالس الوزارية المضيقة تتطلب معناتها حضور الوزراء المعنيين. في الآونة الأخيرة سمعنا كون فما شكوى من رئيس مجلس الوزراء الوزير السيد حمادي جبالي من غيابات تعدد الغيابات بسبب السفارات المتكررة للوزراء فيما معناتها تقع تأجيل عدة مجالس وزارية مضيقة. أنتم شريك في الحكومة هذه شنو تقول الوزراء اللي متابعين حزبكم باش يقع شوية انضباط لأنه لاحظنا فما وزراء
يمشيوا يحضروا، مش في يحضروا يمضيوا على اتفاقيات، يمشيوا معناتها يحضروا ندوات، وهذا يطلب معناتها حضور معناتها سفير او حضور معناتها مدير مسؤول في الوزاره المعنيه. لاحظنا كونه معناتها غيابات معناتها متكرره للوزاره. والله انا يعني مانيش شادد الجول كما نقولوا، بالنسبه انا اللي يهمني ربما اكثر مجلس النواب، لكن رايك ان شاء الله ما يكونش من باب راجع. اما اذا كان شيء ثابت هي دعوه لكل المسؤولين يعني، وخاصة في المستوى هذايا اللي أكثر ما يمكن من الانضباط، فهمت، في كل المستويات بما فيهم في مجلس النواب. احنا قاعدين نلاحظ زاد غيابات، لكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وأنا مشاطرك اللي كونوا المسألة هذه لأن فيها مرة أخرى صورة للجدية ولكيفاش يقولوا تثبيت الثقة بين السلطة والمواطن، وهذا شيء أساسي في المرحلة هذه. كيف يتم التنسيق داخل الحكومة بين مختلف داخل بالنسبة للترويكا؟ في الآونة الأخيرة وزير التعليم أمضى على اتفاقية مع نقابة التعليم الابتدائي، لكن الحكومة رفضتها. لاحظوا كون معناتها هذا فما تضارب، معناتها كيف يتم التنسيق بين الترويكا وزراء الترويكا اتخاذ القرارات؟ الوزراء في لا 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 بالطبع قاعدين يخدموا في ما قلت لك في انسجام يعني كبير بين بعضهم بعض الأصداء اللي توصلني، مانيش نتابع بالغرزة بالدقيقة والدرج. اللي يبلغني هو كونه فما انسجام كبير. بالطبع فما ساعة ساعة رؤى تختلف من مسؤولية رئيس الحكومة باش يلقى الخط اللي هو يلتقي حوله كل الوزراء متاعه. هذا انسجام في الحكومة، كما أنا نحاول ربما ما يتشافش ياسر وقت نقص الكلمة، لكن أنا نطبق في مش تعليمات، نطبق في ما وقع الاتفاق حوله بين كل الكتل. أنا قبل كل جلسة عامة نعقد جلسة وهي ماهيش داخلة في النظام الداخلي، ما يفرضهاش النظام الداخلي، لكن نخير لقاء مع رؤساء الكتل حتى نتفق على طريقة تسيير الجلسة العامة. ونعرف الجلسة العامة صعبة في أغلب الأحيان، وخاصة كيف يبدأ موضوع ساخن. يلزم زاد كذلك على مستوى المجلس الوزاري يقع أكثر ما يمكن من الانسجام لإعطاء نفس الصورة، ولو أني في المجلس التأسيسي مش ديما تظهر هالانسجام هذا، لأن وقلي ندخل ويدخل معنا الميكرو. سيد رئيس المجلس، لهجتكم قبل قليل تبدو كما لو أنكم يعني أقرب إلى شريك في الحكومة منه إلى رئيس مجلس تأسيسي الذي من دوره مراقبة عمل الحكومة. صحيح. لكن بصفتكم هذه وبموقعكم هذا، هل ترون أن أولويات الآن هي بناء المؤسسات أم الإنعاش الاقتصادي؟ ما تنجمش تبني مؤسسات في غياب أمن واستقرار وإعطاء رسالة أمل للناس اللي عندهم انتظارات كبيرة ياسر. بتحثوا ياسر على الأرقام بتاع البطالة، يلزمها ربما يقع التراجع فيها، قالوا 19% احنا في تقريبا نسبة البطالة. قضية البطالة يلزم نهار ممكن حوار وطني، أولا باش نحدد شكون البطال الحقيقي وشكون اللي عنده عمل لكن ما يحبش يخدم اللي يجيوا يقترحوا عليه، وشكون اللي ياخو معناتها أجر مقابل عمل لكن ما يقديش العمل متاعو. هذه قضية كبيرة ياسر، ما نجموش نعالجوها إلا في مناخ تكون فيه نوع من الاطمئنان، وفي مناخ اللي نرجعوا للحركية، نحطوا تونس على سكة العمل. هذا أساسي بالنسبة للمستقبل. أما نقول لك أنا مسألة مرتبطة ببعضها، أحنا لو كان المسألة مستقرة جلسات الحوار متاعنا ربما ما عادش نقوموا بها مع الحكومة. لواش نعملوا جلسات الحوار وقت تبدأ فما قضية ساخنة؟ بالطبع وشيء طبيعي تفاعلا بين النواب والمحيط متاعهم، وإجابة الأستاذ يعني اللي كون وقت يمشوا الجهات متاعهم زادة يجيبوا المحون متاع الجهات يجيوا يعبروا عليها. من أشكال التعبير هو كونه يقول لك لا، القضية هذه كما الفلاحة اعتبر عدد من النواب وأنها لم تأخذ حظها في النقاش حول قانون الميزانية، قانون المالية، فرجعنا للفلاحة وخصصنا لها يوم كامل وكملنا ماضي ساعة متاع الصباح. يعني هذا هو، لكن لابد من أمن واستقرار حتى نبني المؤسساتنا على نار هادئة وفي جو يعني متاع طمأنة واطمئنان. تفضل سيد الرئيس. ما نجموش نجيو للمجلس من غير ما نتحدث معك فيما يخص شهداء وجرحى الثورة.
نهار 17 ماي كان لكم لقاء مع مجموعة من المعتصمين من جرح الثورة، وكانت معكم السيدة النائبة الأولى للمجلس، ووعدتم بتعديل المرسوم عدد 97 المتعلق بشهداء وجرح الثورة بما يمكنهم من اعتماد آليات واضحة في التعويض للشهداء والجرحى. إلى أين وصل هذا؟ أولا القضية هذه شغلتنا، وفما لجنة مختصة بها عملت التقرير الأول وتطرحها للجلسة العامة، وطلبت الجلسة العامة يعني بعد نقاش طويل أن يقع مراجعته وتدقيق بعض ملامح هذا التقرير. أنا نقول حاجة واحدة، المسألة هذه أولا من أولوية الأولويات، ويلزمها تتفض من هوني لآخر جوان، وهذه يلزمنا كلنا نتحاموا فيها، يلزمنا نتحاموا فيها باش أولا نحلوا المشاكل، لأن ما هوش ممكن كونوا ثلاثة والأربعة والله مشتركة، لأن ربما الانطلاقة ما كانتش انطلاقة سليمة، لأن عديد الأطراف من عن نية صافية، عديد الأطراف حبت تتلهى بالملف، في حين وأن هالملف هذا حقه كما يقولوا جيشي يونيك، حقه إدارة خاصة به، وزارة خاصة به، طرف خاص به باش يعالجه. وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لا مش وحدها، لو كان وحدها وزارة الصحة عندها الجلقة، وزارة حقوق الإنسان، رئاسة الحكومة، وزارة الشؤون الاجتماعية، كل واحد عنده يعتبر روحه طرف باش يعالج القضية هذه من زاوية. اليوم فما اتفاق، اليوم فما اتفاق وتنسيق، لكن يلزم يكون نسق أكثر، وما ثم حتى شيء يبرر هالتباطؤ، وما هوش على خاطر فما بعض قضايا اللي هي فيها ضبابية وناس مقيد أرواحها ضحايا وما همش ضحايا، يلزم الأخرين كلهم الضحايا الحقيقيين هم اللي يتعطلوا، هذا يلزم أن نفهموه، وهذا يظهر لي الرسالة هذه وصلت، وأنا متأكد وأن باش نقدم إضافة إلى كل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، سواء كان فيما يخص بعث القطب هذا اللي فيه عنده زوز روس، يعني رأس أول مهتم بقضايا الفساد، ورأس ثاني مهتم بقضايا الاعتداءات على الأشخاص، هذا زاد كيف كيف. وأنا أنتظر من هوني ربما النصف جوان كون الحكومة، لأن هي المسؤولة الأولى، تعمل ندوة صحفية وتضبط رزنامة للمسائل هذه، لأن الانتظار المواطن اليوم ينتظر أقول لك من 14 جانفي إلى يومنا هذا، الثورة هذه اللي حاطين على روسنا واللي هي مكنتنا باش اليوم نتحاور في هالمناخ هذا ونتحدث على مشاكل الوطن، وقاعدين نأسس ونبنيه لتونس الجديدة، الثورة هذه نتكلم عليها وقت اللي يلزم، وقت اللي يلزمنا نستجيب إلى أول مطالبها، ما نضيعوا على اليمين وعلى اليسار وتختلف المسالك هذه. أنا باسم المجلس الوطني التأسيسي أكد لكم وأن هذا هو المطلب الأولوي اليوم، يلزم هالملف هذا يقع. سيد الرئيس، نحكيه على العدالة الانتقالية، تحكي على العدالة الانتقالية، الاقتصاد نحبه معناتها انتعاش الاقتصاد التونسي، والمستثمر التونسي يتحرك، وكل واحد عندنا قائمة معناتها طويلة وعريضة بالنسبة لرجال الأعمال ممنوعين من السفر، مازالوا ما تحاكموش، مازال ما تمش معناتها اتخاذ القرار النهائي، قعدوا كما نقول بمثل التونسي لم تلقى لم علق. لكن في الآونة الأخيرة سمعنا كانوا فما قائمة أخرى جديدة ضم تقريب 2000 رجل أعمال باش يتحطوا زاد هما تحت القائمة السوداء، هل ترى هذه القرارات هذه ممكن معناتها، ولا التأخير في الحسم في مسائل هذه معناتها ممكن يساعد على دفع العجلة الاقتصادية في تونس؟ لا، هو كلامك صحيح. أولا ماذا بينا نقصوا شوية من راجع، أنا مرة قريت مقال بدا براجع أن وزميل من الزملاء الصحفيين كتب صفحة كاملة على راجع، يعني من بعد الخبر تبين أنه مش صحيح. لا لا، هذا الموضوع، هذا الموضوع، هذا موضوع مهم ومهم جدا، لكن زاد كيف كيف لابد من التنسيب. أولا القائمة نجم تتوسع طالما ارتكزنا على معايير قانونية وموضوعية. الشيء الثاني اللي أنت عندك فيه الحق، هذه لا معلقة لم تلقى، هذه يلزمها تنتهي، لأن الرأي العام والمناخ نتاع الأعمال ينتظر في أشياء واضحة. ومن جملة الأسباب اللي خلات هذه ستاندر أند بورس يعني تعطينا وخرت بنا، وما هيش تونس وحدها رأي اللي وخرت،
ما تنساوش اللي أوروبا تمر بأزمة اقتصادية كبيرة، ما نتحدثش على بعض البلدان اللي هما يعني العديد، ثم البلدان الإفريقية، بلدان عربية إلى غير ذلك. مش باش نرجع للموضوع، لكن الموضوع هذا حساس لأنه مرتبط بالحلول اللي ممكن نقدمها للقضايا الاجتماعية اللي هي التركيز عليها كبير وانتظاراتنا كبيرة. يعني معايير واضحة، لكن الإسراع في إيجاد الحلول حتى لا هكا لا هكا، ونخفف من الضبابية اللي تساهم في إعطاء صورة غير واضحة على تونس وغير طيبة. رئيس وزير العدل في المدة الأخيرة عزل ما يصل إلى 81 أو 82 قاضي، وطبعا لقى اعتراض مثل ما لقى تأييد أيضا، على أساس أنه بدأ في مسار محاسبة الفاسدين بين ظفرين. ما رأيكم في هذا؟ هل هو فعلا بداية ناجحة في اتجاه مواجهة الفساد؟ باش نرجع لكلام السي العرفاوي، يعني لم تلقى لم علقى حتى في المسألة هذه قاعدة نفس الشيء، لأن برشا أطراف تقول الفساد ويلزم الإصلاح وإيجا وعاونونا باش نحلوا هالمشكلة هذه، ما فماش مبادرات. نجم نقول وأن في اتجاه تقديم بعض حلول نجم ما تكونش مثالية. أنا تو نتكلم كمواطن مش كرئيس المجلس الوطني التأسيسي فقط، يعني ربما وزير العدل خذا مبادرة سليمة مش سليمة. علاش المشكل؟ المشكل هو غياب الهيئة المؤقتة للإشراف على العدالة، يعني القطاع العدلي والقضاة إلى غير ذلك. الهيئة طالما ما تجددش باش نقعدوا فهالوضعية هذه اللي كنا نحكيوا فيها، لابد من الإسراع بوضع هذه الهيئة. والهيئة هذه راهي مهمة في كل المجالات، أولا باش تطمن القضاة لأن باش تكون تعبيرة عن إرادتهم وباش تساهم في حل مشاكلهم، ثم ربما هي باش تضبط معايير واضحة. ولا شك أن وزير العدل يعني مجبر باش ياخوها بعين الاعتبار، وباش ياخوها بعين الاعتبار لأن شنو مصلحته هو في اتخاذ بعض قرارات للعباد تولي تعيط وتقول هذه قرارات اعتباطية وشخصية وفردية وما فيهاش معايير، ما عنده حتى مصلحة في هذا. لكن الإصلاح الكل ننقره بأنه ضروري، كيف يكون ضروري وفي إطار قانوني يعني مطمئن؟ لابد من هيئة في أقرب الأوقات، ولعل هذه الهيئة عندما تتكون ربما تكون قادر على المساهمة في قطاعات أخرى وفي مسائل أخرى، كما الهيئة الانتخابات مثلا، كما الهيئة الإعلام السمعي والبصري. يعني سلك القضاة والسلطة القضائية عندها مسؤولية كبيرة ياسر في المرحلة اللي تمر بها تونس. المجلس التأسيسي هو الذي يدفع إلى إنشاء هذه الهيئات. ندفع، وإذا كان ما جاتش حاجة واضحة، هي القانون المشروع موجود وقاعد يدرس في اللجان وسنسرع به، وأنا اعتبرت أن المسألة هذه من أولويات، لأن فما النقل وفما اللي هي لابد يقع إقرارها في شهر جوان، لابد من الإسراع بوضع هذه الهيئة في أقرب وقت. ومن الأولويات أيضا سيد الرئيس النيابات الخصوصية، وما أدراك من النيابات الخصوصية البلدية واللي أثارت جدل كبير هذه الفترة، وخاصة نتعلم ايش صار في صفاقس البارح، باعتبار وأن جل الأحزاب السياسية تقول وأنه حاليا هنالك عملية محاصصة بين الترويكا وأقصى لبقية الأحزاب. باعتقادك هل الديمقراطية تبنى بهذه الطريقة؟ لا تبنى بالمحاصصة، أما هذه الطريقة معناتها المحاصصة هي القاعدة الموجودة بالنسبة لكل النيابات، هذا مش صحيح. أنا نتصور كونه الجدل سيتواصل، لا أكبر لا لا بالطبع. لكن طالما ما قلنا فين الداء وكيف نعالجه، ما وش نلقاه داء في بقعة نعموه. احنا من منطلق المجلس الوطني التأسيسي عندما جينا المقترحات من الحكومة لإقرارها، مسألة واضحة، عندنا مسؤول مساعد لرئيس المجلس شاءت الأقدار والحظ كونه ماهوش من الترويكا اللي تحكي عليها، يباشر الأمر ويتصل بنواب الجهة المعنية ويتأكد وأن الإجراءات كانت بشكل سليم. هذا دورنا. نواب الجهة من الترويكا أيضا؟ الأغلبية من الترويكا؟ الأغلبية موجودة هذا وهذا، ما ظهرليش فما في أي بقعة لموا الدنيا وتسحروا بالآخرة، ما فماش هذا.
وما نسكروهاش، لان حتى ينجموا يكونوا نواب الترويكا وحساسين اللي كونوا المساله البلديه تهم الجميع والمجتمع المدني والمواطنين المستقلين الى غير ذلك، ماهيش مساله حزبيه هي. سيد الرئيس الوقت يدهمنا على يعني ما يبدو، تفضل. بالنسبه للقانون المنظم للسلطات، هل تعتقد بعد هالفتره الطويله هذه معناتها كونوا فما كل رئيس كل سلطه متقيده بالصلاحيات بتاعها؟ يلزمها تكون متقيده. انا فيما يخصني تنجموا تلاحظوا اني متقيد ربما اكثر من اللزوم، يلوموا علي لكوني ما ساعه ما نطربقش باب ولا نعمل برشا حس، لكن تعرفوا انتم اللي تعرفوني تو سنوات تعرفوا طبيعتي واني اعالج كل المشاكل باكثر ما يمكن من الهدوء، لكن حقي ما نسلم فيه وما يفوت حقي ما نطلبش به، هذا واضح. وفي نفس الاطار كما نذكر دائما بالحزم ربما غير كافي، لكن اليوم بالحزم والحسم الكافي، وان المجلس الوطني التاسيسي هو سلطه اصليه ولا يمكن التدخل في قراراته باي شكل من الاشكال، لكن هو مدعو عندما يرى، واحنا بشر، عندما يرى وان فما مجال لاصلاح بعض المواقف يصلح وينظم اموره، لكن تحت مسؤوليته وبمساهمه كل نواب الشعب وما ادراك ما نواب الشعب. في نفس الاطار نحن نسعى لاخفاء اكثر ما يمكن من الشفافيه على اعمالنا اشغالنا، تبارك الله. هو كل تتشرج لا قاعده اولا فما المباشر، التصويت ما نشوفوا فيه معناتها النائب صوت على القانون هدايا ولا صوت ضد القانون هدايا باش الناخب يعرف سيد الرئيس، هذا ماشيين فيه وماشيين فيه بخطى حثيثه، لان عندنا تاخير كبير. كما قلنا الجهاز اللي لقيناه هو جهاز كان يضرب ضريبه ويجي في قاع الحانوت، توا الجهاز هذايا مدعو الى اولا نسق حثيث من ناحيه، ثم استغلال التقنيات الحديثه باش نوصلوا المعلومه في اقرب وقت ممكن، وقت اللي تسمع تدخل وتكتبوا وتصحوا وبعد باش تنشروا، هذا ينجم يدوم حسن التصويت على القوانين المشاريع. هذا سهل، هذا تقنيا سهل وعدنا به وقاعدين حققنا جزء منه، لان اليوم تنجم من خلال الصوره نتاع التصويت ومن خلال القائمه نتاع النواب، والقائمه هي تتناسب مع الكراسي اللي هما يحتلوها، تنجم تعرف شكون صوت لنعم وشكون صوت لا وشكون محتفظ. لكن باش نمشيو اكثر من هكا وباش توليو متاكدين 100% مش 99.99 100% من جديه التصويت ونزاهه التصويت والمعلومه الكافيه، وماشيين في اكثر شفافيه على المستوى المالي، وهذا قرار خذيته انا بعد الجدل هذا كذا، وان نمشيو في النشر كل ما يتعلق بالحسابات وبالميزانيه. علاش شو عندنا قرارات كلها نتاع المرتبات تحط لا ينشروا في الرائد الرسمي؟ هذيك تقاليد قديمه، فماشي ما بين المسؤولين في السلطه قريتوش نهار شيء يتعلق بالاجور نتاع المسؤولين في الإطار. ما ثماش التقاليد، مش احنا قررنا يعني كما تقول انت ورقه جاهزه واحد يمضي عليها ولا يعبي الفراغات فيها. اما في المستقبل انا نطلب من كل المؤسسات، نقول كل المؤسسات ماهيش بدون استثناء، اللي عندها حجم وعندها قيمه في البلاد باش تتوخى الشفافيه وفي مقدمتها رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه. سيد رئيس المجلس، أنتم تتحدثون تستعملون كلمة المجلس مدعو، وأنتم لكم القرار في أنكم فعلا لا تدعون وإنما تفعلون وتسرعون بالعملية يعني إصدار إنشاء القوانين، لكن لا نستطيع أن نختم من دون أن نعرج على حزبكم حزب التكتل. هل التكتل متكتل الآن في ظل الانشقاقات؟ لا، في ظل الانشقاقات، لأنه نسأل فيما بعد ما هو وضع حزبكم الذي هو جزء من التحالف، وهل التحالف سيبقى في الانتخابات القادمة؟ هو أولا التكتل بخير، هذه يزمى حديث طويل إن شاء الله تجيب مناسبة نتكلم باعتباري أمين عام. بالطبع ككل الأحزاب بعد الثورة يعني وقعت فيه تحولات من الحجم الكبير، كنا عبارة على بضع مئات من المناضلين الصامدين، ولا تبارك الله طاقات وكفاءات وشباب ورجال ونساء التحقوا بالحزب، مما تحت ضغط الأحداث
خلانا نجري ونركض بدون تخطيط كامل وشامل، لكن الشيء هذا تلزينا باش نبدأ نقوم به بعد الانتخابات، وعدينا الوقت هذا ربما في بلاش برشا حس، لكن إعادة الهيكلة متاع التنظيم ومكتب سياسي اللي هو يمثل الجهات ويمثل كل اللجان العاملة، وعنا اليوم سكرتارية تقريبا زادة تمثل أهم هذه المكونات بالنسبة للحزب. ما وقع للحزب قارن بما وقع في جهات أخرى، ما نحبش نتحدث على غيرنا، لكن الشيء الأكيد وأنه في هالمرحلة الدقيقة هذه عنده مشكلة مع الانتهازيه اللي جاءوا بحثا عن غنيمة، لكن الغنيمة ما كانتش هذا المنطق متاعنا، ثم مربوط بكونه الثورة وقعت في البلاد لكن ما زالت موقعش في الأدمغة، وهذا احنا نتحمله جزء من المسؤولية، لأن نقول أنا ديمقراطية ما هيشي ديمو كراسي، فما ناس تتصور وأن إذا كان عنده هو مسؤولية وعنده شرعية تاريخية يلزم حتى حد ما يحل حسزوم الكرسي متاعه، وهذا يخلق بالطبع توترات مع كل القوى الوافدة الجديدة. إضافة للقضية الثالثة اللي هي من معناتها الحجم الهام باش ما نقولش الكبير بدون تفخيم، هي تواجد التكتل وخيار التكتل باش يكون في الائتلاف. هذا خيار يعني تاريخي سيذكره التاريخ إيجابا أو سلبا. أنا نعتقد وما زلت أعتقد وأصدقائي في التكتل والقيادة في التكتل ومناضلو التكتل اللي صمدوا ضد كل هالمحاولات هذه لإرباك الحزب كلهم صمدوا يعرفوا مقتنعين وأن المرحلة هذه يلزم تتكاتف فيها الجهود لحماية الثورة لحماية تونس، ثم بعد ذلك فليتنافس المتنافسون. الذين تصفهم بالانتهازيين داخل الحزب يتهمونكم بأنكم أولا مستبدون في داخل الحزب، ثم ثانيا حدتم على المسار الذي أخذه الحزب من البداية والذي التزم به من بالله الانتهازي اللي ما لقاش بايو كيف يقول الكلام هذا تنتظر من آخر يلزم يلقى حجة باش يبين اللي كونه موش انتهازي، كونه جاء على الأمور المبدئية وعلى خطي لغير ذلك، لكن اللي يبربش مش حتى يتعمق في المسألة يشوف وأن هذا مش صحيح. احنا المسلك متاعنا والمنهج متاعنا أعلننا عليه قبل الانتخابات، وخذينا وجازفنا بأن نخسر عديد من الأصوات، لكن قلنا لأن وعدنا الشعب باش نقوموا بأشياء وقلناها قبل ما نقوموا بها، وما زلنا نعتقد اليوم والله ما أنتم معايا بتحلوا في الوضع السياسي، هل هنالك بديل للترويكا تسميوها الترويكا ما نحبش ياسر الترويكا، هل هنالك بديل سياسي اليوم تكيهم هذوما إلى جانب وقول فماشي اليوم بديل جدي الترويكا هذه اللي تسير البلاد؟ هذا سترفع الدعوه على كل حكومه وفاق وطني. السيد الرئيس، السيد الرئيس كان دفعنا عليها لكن في نفس شاتونا وقتها في نفس الاطار بالفعل. وانا تتمة لما قاله زميلي سعيد، هنالك من يقول في حزبك انه السيد مصطفى بن جعفر احسن اداره المجلس الوطني التاسيسي لكنه لم يحسن اداره حزبه، هذه نقطه. ثم اثنين قلتم ايضا سيد الرئيس انتقلنا لا نكمل لك هذه انتقلنا من حزب مقاومه في فتره بن علي الى حزب برنامج ثم الى حزب حكم. سؤال مطروح، ما هي آليات انتقالكم من حزب برنامج إلى حزب حكم، وهل ساهمت حركة النهضة في هذا الانتقال التاريخي اللي كنت تحكي عليه؟ بالطبع هي ساهمت في الجزء الأخير، الحكم اليد ما تصفق إلا بوقتها، إذا كانوا ائتلاف فيه على الأقل توافق، لكن هالتوافق هذا مرة أخرى نأكد رغم ما يقال زال يقال، وأن كانت نية صادقة في جمع كل القوى في حكومة انتقالية حتى لين نمروا بالبلاد من هال الوضع اللي هي الوضع الخاص والدقيق والمرحلة الاستثنائية اللي مرينا بها. ما وقعش لأن فما ناس رفضت، ما نعرفش علاش رفضت وقتها، ربما تقلقت من نتائج متاعها، ربما اعتبرت أن المرحلة صعيبة والناس هذو ما مشدوش. انتم ارجوا انتم تألفوا وتلحنوا زادا، يعني عندكم كل المعطيات بالنسبة لتقييم الوضع. اتقال في ديسمبر الحكومة ما تشدش لديسمبر، اتقال في مارس باش تطيح، وتوا في جوان وبعد غدوه في جويليا. لا لكن سيد الرئيس يعني تقول انت شكون يعوض الترويكا اليوم؟ هي تعطي ما تراش انه غرور هذا زاد؟ لا مش غرور، هذا نقول لك موضوعي انا، كنت بودي وساسعى
وأنا أشجع كل المحاولات لجمع القوى وتنظيمها وجمع الديمقراطيين، لأنه تونس ومصلحة تونس تحتاج وأن توجد قوى متوازنة حتى لا تخمر في ذهن أي طرف وأنه نجم هايمن ونجم يطغى وربما نهار من نهارات يولي يفكر في حزب واحد. هذا الموضوع هذا سياسي بالأساس ويحدد وباش يحدد مستقبل تونس. ما يعني أنا مانيش نستخف، لكن نقول الشعب يطالب بكونه فما حكومة سير. الحكومة هذه تنحيه الترويكا على جانب، نساوها، شنو البديل الممكن اليوم؟ وانتم تعرفوا تشوفوا الساحة السياسية على التشرذم اللي هي عليه. نكونوا جديين، وهذا مش جديد، هو هذا ماهوش سكوب. ما هو تقييمك لحكومة ما قبل الترويكا؟ قامت بالدور متاعها. وش كان فيها؟ كانت غير شرعية. غير شرعية. كنا صابرين. ما تنساش. لأن خدموا ولا ما خدموش سيد الرئيس؟ الحكومة خدموا ولا ما خدموش؟ بالطبع والحمد لله. وصلوا البلاد الانتخابات. بالطبع لكن ندفع عليهم هذا حقائق. لكن مهم كون وقت تقول خدموا لأن فما خارجهم توافق على المحطات اللي تعينت. ما تنساش اللي بعد 14 جانفي كانت فكرة انتخابات رئاسية. شكون حاولها؟ المواطن، الشباب، قصبة واحد، قصبة اثنين، هما اللي غيروا المنهجية. وشيئا فشيئا مشينا إلى انتخابات لمجلس وطني تأسيسي وتفرضت فكرة دستور جديد. حتى شيء ما يجي وحده، الحكومة عندما تلقى توافق حولها تقدم. والفضل للاثنين، للحكومة اللي قامت بواجبها وللأطراف اللي ما نازعتهاش السلطة وما قالت لهاش ديجاج. سيد رئيس المجلس، جوابكم هذا يحيل إلى مزيد من الأسئلة والأسئلة تكون في أذهان الزملاء. نكتفي بهذا القدر. شكرا سيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، شكرا للزميلين فوزي وجمال. أشكركم مشاهدينا الكرام، نتمنى في هذا الحيز من الزمن الذي أتاحه هذا اللقاء قد تعمقنا في فكر